بهدف تنمية مواهب الأطفال واكتشاف المبدعين منهم وإطفاء أجواء تفاعلية وفرص التعلم والاستفادة من البرامج التعليمية. أطلقت مؤسسة الشارقة للفنون حزمة من الفعاليات والبرامج الخاصة بالأطفال في مبنى الطبق الطائر. أنا اليوم شاركت في تلوين الرسم البلاطات. أنا أحب الرسم والتلوين. تأتي ورشة تشكيل البلاطات للأطفال في سياق ورش فنية مصاحبة للمؤسسة، إذ تمكن المشاركين في ورشة العمل التلوين مباشرة على بلاطات السيراميك وإضافة مختلف المكونات اللونية والتصاميم. وحال الانتهاء من التلوين بوسع المشاركين إضافة قطرات صغيرة من الكحول على السطح للحصول على صورة مجردة وملونة. تلتزم مؤسسة الشارقة للفنون بأن تكون برامجها شاملة وميسرة قدر الإمكان، إذ تركز على تنمية مهارات الرسم والتلوين لديهم من خلال ورش عمل متخصصة تنفذها المؤسسة.